أهلا بكم في الليلة، معكم رفع البكوش ونناقش فيها. بعد ترأسها اجتماعات الجامعة العربية، المنقوش تؤكد من القاهرة موقف حكومة الوحدة الوطنية الرافضة لعودة الحرب والثابتة من إجراء الانتخابات. ومع صعود وزيرة الخارجية لتسلم رئاسة اجتماعات العرب في دورتها 158، غدر نظيرها المصري سامح شكري قاعة الجامعة، خطوة وصفها مراقبون بالتصعيدية من الجانب المصري تجاه حكومة الوحدة. نناقش هذه التطورات في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة، نتعرف على عناوينها مع الزميل علي نشوان. إذن نتابع مشاهدينا في عناوين هذه الليلة. بعد انسحاب الوفد المصري، المنقوش تقول إنها تحترم موقفهم وتصفه بالمخالف لأعراف الجامعة العربية. الأعلى للدولة يبحث تطورات المسار الدستوري، والمشري يطلب فتح تحقيق في اشتباكات طرابلس. بالتعاون مع جهاز الردح، هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام في ترهونة. تشاركني في تقديم نشرة الليلة غالية بوزعقوق. عودة ميمونة إلى بيتك الثاني سبيل الحرام. شكرا لك. إذن تتابعون مشاهدينا معنا في نقطة نقاش الليلة. شركة الكهرباء تعلن فقد 480 ميجا وات بمحطات زويتينا وسرير وشمال بنغازي، ومؤسسة النفط ترجع سبب تراجع إنتاج الغاز إلى مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة وسرير. فإلى متى ستستمر إذن أزمة الكهرباء الناتجة عن نقص إمدادات الغاز؟ وهل ستؤثر على عدد ساعات طرح الأحمال؟ وما البدائل المتاحة للشركة لتلافي هذه المشكلة؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، سنتعرف عليها مع الزميلين محمد اليونسي وبدر عمار. إليكم في أبرز عناوين الاقتصاد لهذه الليلة. خلال تقريره الشهري حول الإيراد والإنفاق، المركزي يؤكد استمرار قطاعات بالدولة في سياسة عدم الإرصاح، ويشير إلى تدني الإيرادات في قطاعات أخرى. وفي الرياضة تشاهدنا هذه الليلة تحضيرا لبداية منافسات تمهيد دور الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية، فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والأخضر تبدأ العدة التنازلية لبداية المشوار. إذن كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. شددت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلان منقوش على موقف الحكومة الرافض لعودة الحرب وموقف الحكومة الثابت من إجراء انتخابات وطنية في البلاد. وشددت أيضا المنقوش في كلمتها كرئيسة للجنة الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، جددت دعوتها للسلطة التشريعية باستكمال القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات، قائلة إن دعم الدول العربية سيمكن ليبيا من إجراء الانتخابات. ونوهت المنقوش إلى أن استقرار ليبيا هو مصلحة إقليمية ودولية، وأن التزام حكومة الوحدة بأمن جيران البلاد هو التزام مبدئي، داعية إلى عقد اللقاء التشاوري القادم على مستوى وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس. في لحظة سياسية هامة وبعد غياب عن الرئاسة دام 9 سنوات، تولت ليبيا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وفي ذات الوقت أصبحت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أول امرأة عربية تستلم مهام رئاسة دورة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في تاريخ اجتماعات الجامعة. استلام المنقوش رئاسة الدورة 185 للجامعة العربية والذي سيستمر للستة أشهر القادمة، يبدو أنه لم يرق لوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي غادر والوفد المرافق له قاعة الاجتماع دون إعلان رسمي لأسباب انسحاب شكري هذا.
مغادرة شكري للقاعة، ردت عليه المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك رفقة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. نحترم موقف وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، نحن نحترمه ولكن ليس بالضرورة نتوافق معه، لأنه مخالف لميثاق جامعة الدول العربية تحديدا المادة الثامنة، وأيضا مخالف لقرارات مجلس الأمن، ومعروف أن حضوري اليوم هو مدعوم دوليا بمواثيق دولية، اتفاق جنيف واتفاق الصخيرات وبرلين واحد وبرلين اثنان ومؤتمر باريس ومؤتمر استقرار ليبيا، كلها تقول أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الانتقالية الأخيرة وصولا للانتخابات. تحية طيبة لكم. المنقوش وفي كلمتها بهذه المناسبة شددت على أن حفظ السلم والاستقرار في ليبيا ليس مجرد بند على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية أو باقي المحافل الدولية الأخرى، داعية الدول العربية إلى دعم مساعي ليبيا من أجل إجراء انتخابات وطنية وفقا لقوانين نزيهة وعادلة، مع تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها في كافة مناطق البلاد. يرتب علينا مسؤولية تاريخية بألا تكون قضية بلادي مجرد بند على جدول أعمال مجلسنا الموقر أو باقي المحافل الدولية لسنوات قادمة، وبالعمل الدؤوب والإرادة الوطنية لليبيين وبدعم أشقائهم العرب الذي يجب أن يتواصل، سنتمكن من إجراء انتخابات وطنية في ليبيا وفق لقوانين نزيهة وعادلة، وقبلها تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها في كافة مناطق ليبيا. يكفي شعبنا الليبي الأبي ما عاناه من ويلات الحرب والانقسام والإرهاب. إذن هو اجتماع للمنظومة العربية يأتي في توقيت شديد الحساسية، في ظل حالة من الجمود السياسي تشهده ليبيا، حيث يطرح سؤال تقليدي حول إمكانية الجامعة العربية وقدرتها على المساهمة في حل الأزمة بليبيا، وهي التي توصف بالعاجزة منذ تأسيسها، خاصة مع الموقف المصري في الاجتماع الذي يصفه البعض بالمخالف للأعراف الدبلوماسية. هذا وتعتبر المنقوش أول امرأة عربية تتولى رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وتعليقا على مغادرة وزير الخارجية المصري سامح شكري قاعة الاجتماع عند صعود المنقوش لتسلم رئاسة الدورة 158، قالت وزيرة الخارجية الليبية إنها تحترم موقف الوزير المصري بانسحابه، مشيرة إلى أنه مخالف لأعراف جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن. بدوره استغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تصرف وزير الخارجية المصري سامح شكري في جلسة للجامعة العربية بعد تولي ليبيا رئيستها. ووصف المشري في تغريدة له الموقف المصري بالمخالف للأعراف الدبلوماسية، مباركا في الوقت نفسه رئاسة ليبيا لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعيد دعمه الكامل لرئاسة دولة ليبيا لأعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. جاء ذلك خلال لقاء سلطان بن سعيد بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على هامش أعمال الدورة، والذي هنأها خلال اللقاء لكونها أول امرأة عربية في منصب وزير خارجية تتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري. وبحث اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب قد أبدت تحفظها على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لمجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية بالقاهرة. وعدت الحكومة المكلفة أن هذه الخطوة تسهم في التشكيك في نزاهة وشرعية الجلسات المنعقدة برئاسة جسم ينتحل صفة الشرعية حسب تعبيرها. هذا وتعتبر حكومة بشاغة أن الجامعة العربية تخالف بهذا الإجراء دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها وفق نص البيان. وحول هذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس المحلل السياسي حازم الرئيس. أهلا بك سيد حازم. في تقديرك، في أي صورة ظهرت مصر
بانسحاب وزير الخارجية سامح شكري أثناء تسلم المنقوش للرئاسة. نعم، يعني بداية مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. بطبيعة الحال هذا التصرف من قبل وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له بانسحاب من هذه الجلسة يعكس حقيقة الدور المصري والمحاولة المصرية لدعم قرارات مجلس النواب الذي هي في حقيقة الأمر تكون دائما عقبة أمام سير العملية السياسية. هذا الموقف يعكس بأن مصر تحاول أن ترسل رسالة إلى الجميع بأنها لا تعترف بحكومة الوحدة الوطنية بشكل كامل، وبالتالي هي ما تزال تتعامل مع كلا الحكومتين بداية التصرف، أي أنها تحترم الحكومة التي كلفها مجلس النواب وتحترم قرارات مجلس النواب، وبالتالي هي عبرت بهذا التصرف بأنها غير راضية على تصرف جامعة الدول العربية بإعطاء الرئاسة لحكومة الوحدة الوطنية بدون تنازع بين الحكومتين. ومصر في الحقيقة سياساتها الخارجية تجاه الملف الليبي دائما ما تريد أن تدعم كل ما يقوم به مجلس النواب، وكل ما أقدم عليه مجلس النواب دعمته القاهرة، يعني حتى خلال الأشهر الماضية غير هذه القرارات. وبالتالي مصر أرسلت رسالة بأنها ليست معترفة بحكومة الوحدة الوطنية اعتراف كامل، وأنها تحاول أن تقول بأنها على بعد واحد من كلا الحكومتين، وبأن هناك إشكالية في السلطة التنفيذية لا يمكن الاعتراف بحكومة واضح. طيب هذا من جانب، سنعود إلى مسألة العلاقة مع حكومة الوحدة التي قلت أنها انتهت في تقديرك بين مصر وحكومة الوحدة، ولكن قبل ذلك المنقوش ردت على سامح شكري في المؤتمر الصحفي مع الأمين العام للجامعة أبو الغيط، وقالت أنها تحترم الموقف المصري لكنه مخالف لأعراف جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن. ما واجهت هذا الموقف؟ نعم، يعني هذا التصرف هو تصرف سليم بالنسبة للسيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. التصرف الدبلوماسي الليبي الممثل في حكومة الوحدة الوطنية كان بالشكل السليم، وأظهر بأن سامح شكري وزير الخارجية المصري بعيد كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها في العالم، وأرسلت نجلاء المنقوش رسالة واضحة لكل دول الجامعة العربية بأنها لا بد من احترام السيادة الليبية ولا بد من احترام. طيب بالنسبة العلاقة الآن، قلت بأن منقوش تعاملت بدبلوماسية، في المقابل مصر صعدت ضد حكومة الوحدة، كيف سينعكس هذا التطور على العلاقة مع حكومة الوحدة من جهة وحكومة بشاغة، تعامل مصر مع الأطراف والحكومتين؟ نعم، يعني الآن مصر حاولت أن تكون داعمة لحكومة بشاغة، وحاولت أن تسترضيها بأنها يعني كانت ردة فعل، هذا التصرف كان ردة فعل بعد البيان الذي أخرجه فتحي بشاغة رئيس الحكومة المكلف. وبالتالي مصر الآن أرسلت رسالتها، وحكومة الوحدة الوطنية ردت مبدئيا بالشكل. هل سينتهي الأمر عند هذا الحد؟ أعتقد أن ليس كذلك، أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية ربما ستقوم بضغط الرسائل إلى حتى يعني السفارة المصرية في طرابلس، وأيضا إلى الخارجية المصرية على هذا التصرف الغير مسؤول بطبيعة الحال. أيضا الآن مصر ستحاول مستقبلا أن توفر هذه المسألة، يعني حتى بعد قدوم المبعوث الأممي الجديد عبد الله بيتالي تحاول مصر أن تقول أو ترسل رسالة للبعثة الأممية أو هذا المبعوث الأممي الجديد بأن هناك إشكالية في السلطة التنفيذية ولا يجب التعامل بشكل طيب بين حكومة الوحدة الوطنية في نفس السياق. أيضا عذر على المقاطعة، هذا التطور وتبني مصر بشكل معلن رفض حكومة الوحدة مقابل دعم حكومة بشاغة، كيف ربما هذا الأمر سيؤثر في استضافة وتوسط مصر بين الأطراف واستضافتها لأي اجتماع مقبل، خصوصا أن هناك أنباء عن استضافة المشري وعقيلة من جديد والاستمرار في المسار الدستوري؟ منذ البداية القاهرة كانت بيئة غير مناسبة للتوافق بين مجلسين النواب والدولة، لأن القاهرة منذ أشهر يعني تصرفاتها غير حيادية، وهي تتعامل على أن كل القرارات
الذي يصدرها عقيل صالح والحاشيه الضيقه منه اي قرارات مجلس النواب للعموم، تحاول ان تقول بان هذه قرارات هي القرارات السليمه، وهي من استقطبت بفعل هذه المحادثات الدستوريه من تونس الى القاهره، والضغط المصري لا يجب ان يستمر، اي محاوله لاستقطاب مصر لاي مباحثات في القادم يجب ان ترفض من جانب حكومه الوحده الوطنيه، وتقول بان مصر بيئه غير مناسبه للتوافق بين الاطراف الليبيه، وهذا ما يجب ان تقوم به حكومه الوحده الوطنيه من جانبها. وصلت الفكره تماما. المحلل السياسي حازم الرئيس، شكرا جزيلا لك. بحث المجلس الأعلى للدولة في جلسته الاثنين مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ووفق المكتب الإعلامي للمجلس فقد طالب رئيس خالد المشري بفتح تحقيق في الاشتباكات التي وقعت في طرابلس قبل أيام، فيما اعترض عدد من الأعضاء على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وكلفت اللجنة القانونية بالمجلس بإعداد رد قانوني بالخصوص. كما قدم المشري خلال الجلسة إحاطة عن زيارته إلى تركيا، وأكد أن رؤية المسؤولين الأتراك للحل في ليبيا هي الحوار بعيدا عن استخدام العنف والسلاح حسب المجلس. احنا أعطينا رسائل طمأنة لكل الأطراف أن من هذا التاريخ من 20/8 إلى تاريخ 1/9 المفروض كل الأطراف تتجنب الاشتباك أو تتجنب المناورة أو أي عمل استفزازي من أي طرف ضد الطرف الآخر، وعلى هذا الأساس كان فيه استعداد لهذا الأمر. الحقيقة فيه من حاول أن يخرب هذا التاريخ، لأن لو وصلنا فيه لتوافق بيبدأ ملزم هذا التاريخ. كل الأطراف متهمة، كل الأطراف بدون استثناء، بأن هي من بدأت الرصاصة الأولى وهي من خرقت هذا الأمر. وفي سياق ذي صلة، قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إن وجود البرلمان في طبرق أو بنغازي يحول دون إمكانية الإدلاء برأيهم أو معارضة ما يطرح داخل جلساته. وأضاف الرعيض في مداخلة مع الأحرار الاثنين أن الغياب عن الجلسة أفضل من الحضور وإصدار قرارات بأسمائهم تضر بالبلاد، مؤكدا أن عدم الذهاب إلى جلسة بنغازي هو الحل الوحيد لمنع اكتمال النصاب وفق قوله. وقال الرعيض إن بعض النواب غير راضين عن استئناف الدائرة الدستورية لعملها بوصفها صمام أمان ضد الفوضى التي يقودها عقيل صالح بإصدار قوانين مخالفة بحسب تعبيره. مجلس نواب لم يتمكن من عقد جلسته التي كانت مقررة يوم الاثنين في بنغازي، وفي طرابلس المجلس الأعلى للدولة يعقد جلسة بحث فيها مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية وتحركات ولقاءات برعاية دولية لم تسفر عن أي نتائج عملية واستمرار الترحيب بتعيين مبعوث أممي جديد. هذا هو حال المشهد السياسي في البلاد. تعذر انعقاد جلسة النواب في بنغازي يرجع وفق الناطق باسمه عبدالله بلاحق إلى عدم السماح لنواب بمغادرة العاصمة طرابلس إلى بنغازي عبر مطار معيتيغا الدولي، الأمر الذي دعا رئيس المجلس عقيل صالح وعددا من النواب إلى استنكار الحادثة ومطالبة النائب العام بفتح تحقيق ومحاسبة المتهمين. بعدما تعذر عقد الجلسة المقررة فإنهم يطالبون النائب العام بالتحقيق فيما حصل ويحملون المسؤولية للحكومة منتهية الولاية والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع، ويحملون هذه الحكومة المسؤولية على سلامة أعضاء مجلس النواب. وإلى طرابلس، حيث ناقش مجلس الدولة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وطلب رئيس المجلس بفتح تحقيق في الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بطرابلس، إلى جانب تكليف اللجنة القانونية بإعداد رد على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وعلى الصعيد السياسي، قدم رئيس المجلس خالد المشري إحاطة للأعضاء بشأن زيارته لتركيا، وأكد أن رؤية الأخيرة للحل في ليبيا هي الحوار بعيدا عن استخدام العنف والسلاح، إضافة إلى مناقشة المواد الدستورية التي اتفق عليها في اجتماعات القاهرة. إذن مناكفات مستمرة بين الأطراف السياسية
ولقاءات واجتماعات تعقد هنا وهناك لحل الأزمة من خلال الحوار وعدم اللجوء إلى استخدام العنف، تقابلها تصريحات دولية تدعو إلى إجراء انتخابات شاملة في أقرب الأجال للخروج من المأزق والانسداد السياسي. بل وكما أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عن اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام بترهونة. ووفق الحساب الرسمي للهيئة فإن عملية الاكتشاف جرت بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وجريمة المنظمة. ويذكر أن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بالتعاون مع جهاز الردع أيضا كانت قد أعلنت عن استخراج 7 جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العام بترهونة في 22 من شهر أغسطس الماضي. جهود البحث والتعرف على المفقودين لم تتوقف أبدا في مدينة ترهونة بشكل خاص أو في مدن البلاد بشكل عام. على الرغم من نقص الإمكانيات والدعم اللازم لهيئة البحث عن المفقودين، إلا أن المحاولات والبحث لم تتوقف أبدا. ففي كل يوم جديد يشيق في سماء البلاد، وبدلا من أن يسمع المواطن خبرا مفرحا، إلا أنه يفاجأ بخبر اكتشاف مقبرة جديدة تحوي رفات أحد من أهله. فها هي الهيئة تعلن عن اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام بالمدينة المنكوبة دون ذكر تفاصيل حولها. ومثل كل مرة سابقة تتم العملية بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة الذي سبق وأن اعتقل بعضا من المتهمين بانتهاكات ترهونة، وتأتي المعلومات كل فترة لتكشف عن فظائع جديدة ارتكبت في فترة سيطرة ميليشيات الكاني التابعة لحفتر على المنطقة. الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كانت قد أعلنت المدة الماضية عن استخراج 7 جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العام بترهونة في 22 من شهر أغسطس الماضي، وجهود التعرف عليها لا تزال بطيئة إلى حد ما بسبب عدة عوامل أهمها قلة الدعم والمشغلات الخاصة للكشف عن الجثث ورفات المفقودين. وبحسب هيئة المفقودين فإن عدد الحالات المتعرف عليها حتى الآن يصل إلى 154 حالة. وفي ظل قلة الدعم والظروف السياسية والأمنية للبلاد تظل عدة أسئلة تراود أهالي الضحايا: متى سنجد المفقودين ونتعرف عليهم؟ وأين القضاء المحلي في متابعة من قام بهذه الانتهاكات المؤلمة في مدينة ترهونة وغيرها؟ معنا عبر سكايب من طرابلس ينضم إلينا رئيس رابطة الضحايا ومفقودي ترهونة عبد الحكيم بنعامة. سيد عبد الحكيم نرحب بك. إذن بعد اكتشاف المقبرة الجديدة في المكب بترهونة، هل من تفاصيل أكثر عدد الجثامين المنتشلة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين حول اكتشاف مقبرة للأسف أكرمكم الله في مكب قمامة. لما نقول لك في مكب قمامة في سنة 2022، يعني ناس تبحث عن رفات أبنائها في مكب قمامة، يعني هنا الكارثة. والكارثة يعني والكارثة أسوأ في غياب تام لحكومتنا المؤخرة. في 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 سنة 2022 هيئة البحث والتعرف على المفقودين تفتقد حتى حفار لتقوم بانتشال أبنائنا. يعني إن كنتم لا تعلمون فهذه الكارثة. سيد عبد الحكيم، هل تعني بأن هل تعني بأنكم تواجهون عجز في المعدات الخاصة بانتشال الجثث؟ يعني هل خطبتم أي جهة رسمية؟ كيف كان الرد؟ يعني هل جرى التخاطب الرسمي بينكم وبين أي جهة يعني مخولة بهذه الأمر أو بهذا الأمر؟ نشدنا مرارا وتكرارا
يبدو أننا صرنا عبء أو عالة على حكومة الوحدة الوطنية. نشدنا مرارا وتكرارا، مطالبنا واضحة، شكلت لجنة وزارية برئاسة الوزير الأسبق لوزارة الداخلية السيد خالد مازن في زيارة عبد الحميد البيبة إلى مدينة كرهونة، وقدمنا مقترح فيه من الألف إلى الياء شن اللي نقصنا نحن وشن اللي نبوه، يعني بالتفصيل كان مقترح، ولكن ضم في آخر درج في 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 مكتب السيد الرئيس. لا نعلم ما السبب. طيب بالعودة إلى الخبر، لرأس الخبر باكتشاف المقبرة في ترهونة، هل جرى انتشال رفات الجثامين في هذه المقبرة الجديدة؟ المقبرة اليوم تم الإعلان عنها، ولكن لا نعلم غدا أو بعد غدا يتم انتشال عملية انتشال الجثامين، ولكن اليوم تم الإعلان على مقبرة في أكرمكم الله مكب قمامة. مكب قمامة، لما نقول لك مكب قمامة ما يقارب عن 20 هكتار، توجد جبال ممكن ما يقارب عن 20 متر من القمامة. يعني شوف تحرير المدينة من عصابة أكرمكم الله الكانيات منذ 5/6/2020 وإلى حد الآن، يعني سنتين، وقبلها الله أعلم أمتى قتلوا يوم هلاك محسن الكاني أو قبله أو قبله. العلم أن عصابة الكانيات تقتل وتمارس أسوأ أنواع القتل منذ سنة 2012. طيب سيد عبد الحكيم، هل لديك إحصائية حول عدد الجثامين التي لا تزال مفقودة، أهلها قاموا بالبلاغ عنها في ترهونة وينتظرون كشف يعني عنهم وجودهم؟ أكثر من 100 شخص لازال مفقود من مدينة ترهونة. نعم، والذين تم اكتشافهم من خلال أعداد المقابر الجماعية منذ أن بدأت. عفوا الأرقام تغيبني شوية، ولكن ما يقرب عن 145 على ما أعتقد 145 هكذا. شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس، رئيس رابطة الضحايا مفقودي ترهونة عبد الحكيم بنعمة. المشاهدين إلى جولة في أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل محمد اليونسي. شكرا لك. إليك محمد. أهلا بكم مشاهدينا. أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام على استمرار قطاعات بالدولة في سياسة عدم الإفصاح، مؤكدا أن جهاز الإمداد الطبي ما زال مستمرا في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها والجهات المستفيدة منها. وأضاف المركزي أن مصروفات الأجسام السياسية في ذات الفترة سجلت قرابة 2 مليار دينار ليبي. نتابع. بعد مرور 8 أشهر عن العام الجاري، تستمر قطاعات بالدولة في سياسة عدم الإفصاح، وقطاعات أخرى تدنت إيراداتها بحسب ما جاء في تقرير مصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والإنفاق العام للدولة. المركزي تحدث عن استمرار جهاز الإمداد الطبي في سياسة عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها، قائلا إنه خصص 95 مليون دولار لبند العلاج في الخارج، فيما بلغت الدفعات التي جرى اعتمادها لجهاز الإمداد الطبي 198 مليون دولار، وذلك منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي. وعن إيرادات في القطاعات الأخرى، أكد المركزي استمرار تدني إيرادات الضرائب، حيث لم يورد إلى المصرف خلال أغسطس إلا 18 مليون و1000 دينار، في حين تدنت إيرادات الجمارك وفق تقرير وزارة المالية، موضحة أن بعض المنافذ والجهات لم تورد إيراداتها إلى حساب الوزارة، في حين ما تم توريده في أغسطس بلغ 25 مليون دينار فقط من الضرائب. وفي قطاع الاتصالات الذي شهد هو الآخر تراجعاً في إيراداته، حيث لم يورد خلال أغسطس أي إيرادات. ووفق مصرف ليبيا المركزي، يستمر انخفاض إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية،
حيث تم توريد 25 مليون دينار من المبيعات. وخلال الثمانية أشهر الأخيرة من عام 2021 بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي أكثر من 16 مليار دولار، منها مليارين ونصف المليار إيتاوات عن سنوات سابقة. مصروفات الأجسام السياسية في ذات الفترة سجلت قرابة الملياري دينار، حيث بلغت مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له أكثر من 800 مليون دينار، وتجاوزت مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 360 مليونا، فيما بلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له قرابة 600 مليون دينار. أما المجلس الأعلى للدولة فقد بلغت مصروفاته قرابة 36 مليون دينار. قال رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا الخارجي محمد الضرات إن إدارة المصرف تمكنت مطلع شهر سبتمبر الجاري من الحصول على حكمين صدرا لصالح المصرف عن محكمة الاستئناف الفرنسية. وأوضح الضرات في تصريح خاص للأحرار أن الحكمين يقضيان برفع الحجوزات التي سبق وأن أوقعتها شركة سيبا بلاست على أصول المصرف بدولة فرنسا بمبلغ وقدره 280 مليون يورو. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها. كما نص القرار في مادته الثانية على أنه يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة والاستعانة عند الضرورة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه. بحثت المؤسسة الوطنية للنفط خطط رفع القدرة الإنتاجية في حقلي الغاني وأمال والصعوبات التي تواجه شركة الهروج للعمليات النفطية في تنفيذها، إضافة إلى ملف تحسين السعة التخزينية في ميناء رأس لانوف. واستعرض الاجتماع الذي عقد في مقر شركة الهروج بطرابلس البرامج والمشروعات المستهدفة للعام القادم وتوقعات الإنتاج المستقبلية للعشر سنوات المقبلة وفق خطة الشركة لرفع معدلات إنتاجها. هذا وهدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بالشروع في إضراب حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة مرتباتهم بنسبة 67% وتحسين أوضاعهم الوظيفية. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي الاثنين، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة وغير قابلة للمساومة. أخيرا، وافقت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية على ثلاثة مشاريع صيانة طرق وتمهيدها وتجاوزت قيمتها الإجمالية 650 مليون دينار. ومنحت الوزارة الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة طريق ودان سرت القاطع الثالث بطول 83 كيلومتر وبقيمة إجمالية قاربت 150 مليون دينار، إضافة إلى موافقتها على تعاقد لتنفيذ صيانة القاطع الثاني للطريق نفسه بطول 72 كيلومتر وبقيمة إجمالية قاربت 135 مليون دينار. نهاية جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام لهذه الليلة، العودة الآن للزميلين علي وغالية. شكرا محمد. شكرا.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن فقد 480 ميجا وات بمحطات زويتينا والسرير وشمال بنغازي بسبب استمرار نقص إمدادات الغاز. وأخلت الشركة في منشور لها مسؤوليتها لعدم حصولها على كميات الغاز الكافية لتشغيل جميع الوحدات لأقصى حمولة لها نتيجة توقف المرحلة الثانية من حقل الفارغ التابع لشركة الوح. من جهتها أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج الغاز إلى مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلا والسرير، واللذين فقدا حوالي 280 ميجاوات بسبب النقص الحاد في كمية الغاز. وأضافت المؤسسة أن الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج تعكف على معالجة المشكلة في أقرب وقت، منوهة إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 1.95 مليار قدم مكعب خلال 24 ساعة الماضية. الكهرباء مشروعات معلنة ووعود كثيرة، وواقع عنوانه ظلام مستمر أو نذر بظلام مؤجل لأسباب قالت إنها تخرج عنها هذه المرة. أعلنت شركة الكهرباء فقد 480 ميجاوات من الشبكة نتيجة نقص إمدادات الغاز في محطات الزويتينا وسرير الغربي وشمال بنغازي. قالت الشركة إن السبب هو توقف المرحلة الثانية من حقل الفارغ التابع لشركة الواحة، وأخلت مسؤوليتها من الأسباب. يبلغ إجمالي قدرة الإنتاج نحو 5600 ميجاوات فقط، أي أن الشبكة فقدت الآن نحو 12% من قدرتها الكاملة. شبكة تعاني أصلاً من عجز يصل إلى حوالي 2500 ميجاوات بحسب تصريحات الشركة نفسها. رد المؤسسة الوطنية للنفط لم يتأخر كثيراً. نشرت المؤسسة تفاصيل تؤكد أنها استمرت بإمدادات الغاز للمحطات المعلنة بكميات تقارب الكميات المطلوبة، وقالت إن توقف حقل الفارغ للمرحلة الثانية كان لأقل من نصف يوم فقط مع استمرار المرحلة الأولى دون توقف، وأشارت إلى أنها عوضت جزءا من كميات الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل. من المتسبب ومن المسؤول؟ السؤال المتكرر والإجابة المتروكة يقابلها واقع هاجسه عدد ساعات طرح الأحمال. تستمر شركة الكهرباء ومن خلفها الحكومة بإعلان المشروعات ودخول محطات جديدة وإجراء صيانات متلاحقة، وتستمر معضلة أعيا حلها الدولة منذ سنوات. تعتمد محطات الكهرباء بشكل كامل على إمدادات الغاز كوقود لإنتاج الكهرباء في الوقت الذي تسابق فيه دول العالم الزمن للتحول إلى الطاقة البديلة. تستهلك أوروبا 22% من إجمالي استهلاك الطاقة من مصادر متجددة كالرياح والطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 600 جيجاوات، أي 600,000 ميجاوات. وفي الدول العربية تتسابق الإمارات والسعودية والمغرب ومصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة لسد احتياجاتها من الكهرباء. في ليبيا مشروع واحد للطاقة الشمسية تم الإعلان عنه في يونيو الماضي بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. حتى الآن لا تفاصيل جديدة عن هذا المشروع وعن موعد إنجازه. بين الإعلان عن زيادة الإنتاج وفقد الطاقة، ليبيا عالقة باستمرار إنتاج النفط أو توقفه. حتى الآن تستمر الأزمة دون مؤشرات لتجاوزها على المدى القريب. صوت المواطنين المطالبين بتحسين ظروفهم وخدماتهم يخفت ويكاد يتلاشى أمام هذا الصوت. وفي ذات السياق أفاد المدير العام لمستشفى طرابلس للأطفال أحمد البوسيفي بعودة التيار الكهربائي للمستشفى بعد انقطاعه بسبب مس كهربائي ليلة البارحة، مؤكدا عدم تضرر المرضى في جميع أقسام المشفى. وأشار البوسيفي إلى أن قسمي الصيانة في المستشفى وشركة الكهرباء تمكنا من السيطرة على المس الكهربائي وإعادة الكهرباء للمستشفى، مضيفا أن جميع مؤسسات الدولة الصحية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه المستشفى وأرسلت سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ. الحمد لله مطمن بأن كل الحالات مستقرة، الحالات اللي في إسعاف عناية فائقة، وذلك الحالات اللي في بلادنا والحالات اللي هي في الأقسام الوائية، الحمد لله كل الأمور تمام، ما قلناش أي حالة. نكرر شكري
كل تقديري هذه الساعة المتأخرة من الليل لكل الناس اللي استدعت من أجهزة مختلفة من الدولة. ينضم إلينا من طرابلس الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، أهلا بك معنا. نعم أهلا بك وبكل مشاهدينا عبر قناة ليبيا الأحرار. طيب بحسب الأخبار الأخيرة خروج أو فقدان 480 ميجاوات، كيف أثر ذلك في عدد ساعات طرح الأحمال؟ في الحقيقة يعني من الطبيعي أنه حيأثر على ساعات الطرح، ولكن نحب ننوه بأن المشكلة بحمد الله تم معالجتها وتدركها من قبل شركة الواحة. وزي ما ذكر التقرير قبل شوية أشار بأن المشكلة كانت هي بسبب مشكلة كهربائية في المحطة نفسها. حب ننوه هنا لنقطة مهمة. نعم. إن في الغالب يعني المحطات مثل هذه المحطات فيما يتعلق بالمحطات النفطية والموجودة في الحقول، هذه في العادة ما تعتمدش على الشبكة العامة للكهرباء وإنما لها محطات خاصة. يعني بعض الأحيان المشاهد لما يسمع أن مشكلة كهربائية يظن أن الخلل من الشركة، ولكن الخلل يعني زي ما ذكرت لك في العادة الحقول تشتغل بمحولات ومحطات خاصة بها يعني وليست مربوطة بالشبكة العامة للكهرباء. طيب هذا من جهة. نعم تفضل. من جهة أخرى يعني زي ما ذكرت لك هم الفرق الصيانة يعني حتى الآن يعني أكدوا لنا بأن المشكلة شبه حلت وبعون الله الإمدادات تراجعت لطبيعتها ولن يكون هنالك يعني أي تأثر كبير على ساعات طرح الأحمال بعون الله. ولكن اليوم هنالك مشكلة موجودة أساسا سيد وئام في موضوع أساسا انقطاع الكهرباء لساعات، في هذه المشكلة كيف يتم يعني معالجتها؟ الآن هنالك محطات يتم صيانتها، هي الآن في الصيانة، ما هي آخر أخبار حولها؟ هل ستدخل قريبا وتنتهي الصيانة فيها؟ طبعا الكل يعلم بأن الشركة العامة يعني تعمل على عدة مشاريع استعجالية. عندنا مشروع غرب طرابلس ومشروع مصراتة ومشروع طبرق، هذه المشاريع يعني العمل بها بحسب تعليمات مجلس الإدارة وإن تكون العمل بوتيرة سريعة وعالية، ولكن دائما زي ما ذكرنا الأمور تسير كما هو مخطط ليه إلا في حالات يعني حدوث طارئة زي ما شفنا الأحداث الأخيرة الطارئة. الاشتباكات أدت إلى عدة خسائر في محطة غرب طرابلس توابل الضغط العالي، ونحب حتى هو الآن نوجه التحية لكافة الفرق الصيانة العاملة. اليوم أنهينا صيانة الأضرار اللي لحقت بخطوط الضغط العالي غرب طرابلس 400 كيلو فولت و 220 كيلو فولت من قبل فرق الصيانة بعد أسبوع كامل من أعمال الصيانة العاجلة والمستعجلة. هذا فيما يتعلق بخطوط نقل الطاقة. فيما يتعلق بالمشروع في حد ذاته، المشروع احنا ما ننسوش ان عندنا فرق من شركات أجنبية أقنعناها ان هي تعود للعمل في ليبيا رغم كل التحذيرات اللي تجيها بان ليبيا ربما يقول لك هي منطقة لازالت يعني بسبب الاضطراب غير مستقرة الحين والآخر غير مستقر. لهذا الكل متخوف لا يريد ان يجازف ويستثمر في بلد يقول لك فيه نوع من عدم الاستقرار. يعني سيد وئام نعم أنت الآن أكدت لنا بأن المشكلة اليوم التي خرج على إثرها 480 ميجاوات قد جرى حلها، هل هنالك إذن طرح للأحمال في هذه الفترة ما أن تقول أن وضع الشبكة مستقر؟ الوضع يعني فيما يتعلق بطرح الأحمال يعني لن يكون يعني تأثر كبير لأن زي ما ذكرت لك امدادات الغاز نقدر نقول انها رجعت لطبيعتها، والتأثر حتى لو حيكون طفيف وخلال 24 ساعه يعني اعتقد بان لن يتعدى ذلك. نعم. والعاده حيكون نفس الطرح السابق اللي هو على مرحلتين في اليوم 4 ساعات تقريبا في كل مرحله، هذا في حاله الطبيعي. في حال تعدى 4 ساعات فان ذلك يعني وجود اعطال. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف الناطق باسم الشركه العامه للكهرباء وئام التائب. أما الآن مشاهدينا إلى جولة في أهم الأخبار الرياضية مع بدر عمار. إليك شكرا علي ومرحبا بك مجددا غالية. أهلا بدر.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تدريباته في معسكر بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب السوداني وديا في 10 و13 من الشهر الجاري. التدريبات شهدت التحاق اللاعبين المحترفين محمد شيغمان الذي ينشط في نادي 4G FC الكندي ومحمد عياد لاعب فريق سيدي بوزيدة التونسي، كما سيلتحق في اليومين القادمين اللاعب أنس الشبلي لاعب فريق الصفاقسي التونسي ومحمد خليل لاعب فريق نور تشيرنا الإيطالي لتكتمل صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لمباراة الذهاب أمام منتخب رواندا بملعب ابننا في 20 سبتمبر الجاري ضمن التصفية الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024. خاض فريق الاتحاد آخر حصة تدريبية له بملعب عبد الرحمن بوشواشي قبل السفر يوم الأربعاء إلى تنزانيا لمواجهة فريق فالامبو البوريندي يوم الأحد القادم ضمن ذهاب تمهيدي دوري أبطال أندية إفريقيا. تدريبات فريق الاتحاد الأخيرة شهدت تواجد معظم اللاعبين بمن فيهم اللاعب السيراليوني موسى كامارا. الفريق أنهى تحضيراته الداخلية بطموح الفوز في لقاء الذهاب أمام فالامبو الرواندي يوم الأحد القادم، وضمن ورقة العبور مبكرا قبل لقاء الإياب الذي سيلعب في ملعب ابنينا بمدينة بنغازي في 18 من الشهر الجاري. وإلى أخبار فريق الأهلي طرابلس، حيث تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لشد الرحال إلى زنجبار استعدادا لمواجهة فريق كومكوم الزنجباري يوم الأحد القادم ضمن تمهيدي دوري أبطال أندية إفريقيا. الفريق كان قد دخل في معسكر قصير بالقاهرة قبل مواجهة كومكوم الزنجباري بمعنويات مرتفعة تحت إشراف المدرب التونسي فتح جبال الذي يسعى رفقة اللاعبين لتقديم مستوى لافت كالذي قدمه في الموسم الماضي في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية عندما وصل الفريق إلى نصف نهائي البطولة. يدخل فريق الأخضر يوم الأربعاء معسكرا داخليا بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة أهل خرطوم السوداني بملعب ابنينا يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية. مدرب الفريق التونسي سمير شمام اختار خوض معسكر تحضيري مغلق بمدينة بنغازي سعيا منه للرفع من نسق التدريبات بخوض حصص تدريبية على فترتي صباحية ومسائية تأهبا لمواجهة أهل خرطوم السوداني في 11 من الشهر الجاري بملعب ابنينا. تعقد نادي النصر مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش لتولي الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز الموسم القادم. اللجنة التسييرية الجديدة بنادي النصر اختارت التعاقد مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش لما يمتلكه الصربي من تجربة محترمة في مسيرته التدريبية، حيث سبق لزوران قيادة عدة فرق صربية أشهرها بارتيزان الذي حقق معه لقب الدوري الصربي عام 2015، كما سبق له خوض تجربة التدريب في الملاعب العربية عندما قاده قبل موسمين أو فريق قاد فريق الجهراء الكويتي قبل موسمين من الآن. اختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الناشئين مشاركته في منافسات كأس إفريقيا التي أقيمت برواندا بحلوله في المركز السابع في الترتيب العام للبطولة. منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الذي يقوده المدرب الوطني زهير النجار حصل على المركز السابع بعد فوزه في المباراة الترتيبية على منتخب مدغشقر بنتيجة 24 هدفا مقابل 20 في ختام منافسات البطولة. بالنسبة للبطولة واللي أعداد البطولة واللي صار في البطولة، يعني احنا رغم الظروف اللي صارت ورغم الوضع اللي أعداد ورغم الظروف اللي صاروا، يعني خدمنا أكثر 30 يوم، يعني بطولة زي هذه وخدمنا لها 30 يوم، يعني نجونا الأمور نقيموا الموضوع هذا فنيا، يعني الفترة اللي خدمناها ما هيش فترة إعداد يعني تجهيز البطولة زي هذه، ولكن
أني نشكر الشباب، نشكر الرياضيين، رغم أن أول تجربة لهم كفريق وأول تجربة لنحن حتى حتى الإطار الفني، يعني هي تعتبر أول تجربة. ختام الرياضة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المشاهدة، العودة إلى غالية وعلي وبقية الأخبار في هذه الليلة إليكم. شكرا. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا وتعافي 35 آخرين دون تسجيل حالة وفاة. وذكر أيضا المركز الوطني في تحديثه الوبائي أن نسبة الإصابات بلغت أكثر من 3% من 112 عينة تسلمها من المختبرات التابعة له في عموم البلاد. أقامت الفرق الطبية بمركز طبرق الطبي عددا من عمليات الأوعية الدموية والقسطرة القلبية، وقد تزامن ذلك مع وصول البروفيسور هاني شنيب المختص في جراحة الأوعية الدموية وقسطرة القلب عن طريق الطرفين. وأوضح أخصائي جراحة الأوعية الدموية معتز جمعة للأحرار أن الفريق الطبي قام بعملية زراعة لشريان صناعي لمريض من طبرق، إضافة لتقديم خدمات الكشف التشخيصي والعلاجي لأكثر من 65 حالة مرضية من مختلف مدن البلاد، مبينا أن الفريق الطبي لم يتمكن من إجراء عدد كبير من عمليات القسطرة بسبب عطل أصاب الأجهزة وفق قوله. هدف الزيارة هذه هي تدريب الأطباء الشباب على إجراء هذه العمليات عن طريق القسطرة. القسطرة يعني عن طريق يعني شكة الإبرة، يعني من غير فتح، بدون خياطة، بدون شيء، عبارة عن دخلة الإبرة صغيرة من مكان معين من الجسم، ونجروا العملية كلها عن طريق الإبرة هذه. قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بإخلاء إحدى المزارع بمنطقة عين زرة بناء على كتاب من النائب العام تقدر مساحتها بثلاثة هكتارات. وبحسب منشور لوزارة الداخلية، فإن كتاب النائب العام تضمن شكوى من أحد المواطنين باقتحام مزرعته بعد أن قام أحد الأشخاص وأبناؤه وآخرون بالاستيلاء عليها منذ عام 2012 قبل أن يقوموا بتقسيمها إلى مقسمات وبيعها، مضيفة أنه جرى إخلاء المزرعة بالكامل وإيقاف أعمال البناء والاعتداءات وتحديد أسماء الموجودين في الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. ضبط فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طبرق قرابة 18,000 حبة مهلوسة، وذلك بعد مداهمتهم لأحد أوكار بيع المخدرات في المدينة. ورئيس فرع محكمة المخدرات العميد أشرف فتحي أوضح لليبيا الأحرار أن عملية الضبط هذه جاءت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي في المدينة وجهات أمنية أخرى، وأكد أن الفرع بدأ يعمل وفق خطة أمنية محكمة للقضاء تماما على تجار المخدرات والحبوب المهلوسة في المدينة. هذا وتعتبر هذه العملية هي الأولى للجهاز بعد توقف الفرع عن العمل منذ سنوات. من خلال التنسيق مع رفقة الأجهزة الأمنية واللي في مدينة طبرق، حيكون في تنسيق وفيكون في شغل إن شاء الله بإذن الله على مستوى المدينة في مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة في مدينة طبرق. نظم أهالي منطقة يدر ببلدية بصرات الاثنين احتفالية بمناسبة مرور 260 عاما على تأسيس مسجد الجمعة وإعادة افتتاحه بعد إجراء عمليات لتطويره وتوسعته. وشارك في هذه الاحتفالية نخبة من المشائخ والعلماء والأئمة والخطباء والوعاظ بإلقاء العديد من الكلمات التي تحدثت عن تاريخ تأسيس هذا المسجد والأدوار الإرشادية والتوعوية والتعليمية والدعوية. هذه الذكرى طبعا اللي كيف ما في اللوحة اللي خلفنا هي 260 سنة مرورها على تأسيس هذا المسجد. لا نريد من إقامة احتفالية فقط أن نظهر للناس يعني جماليات مسجد أو يعني بناء مسجد أو طلاء مسجد، لا، الرسالة أسمى من هذا الأمر.
بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. نترككم إذن مع حوار الليلة مع الزميل رفع بكوش. إلى اللقاء. في أمان الله. تفاصيل اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة برئاسة ليبيا ودلالات انسحاب الوفد المصري من قاعة الجامعة العربية بعد ترأس وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش رئاسة الاجتماع، نناقشها في حوارية الليلة بعد فاصل قصير.